because we got the street suckers. مثلا انا كنت قاعد علقان بافريقيا وقت بلشوا يوصلوا الفلومه، وكنت كل ما احضر فيلم ارجع اكتشف لبنان وطبيعه لبنان عن جديد. وهلا بتلاحظوا قديش في اشياء مخفيه اكيد كثير منكم شايفينها وكثير اشياء مش شايفينها. والمهم انه هيدي الكوميونتي هي الاقرب شيء على النيتشر. إذا نحن بدنا نفرجي شو في بلبنان هو من وراكم ومن الفلومة اللي رح تعملون، وبتخيل انه احسن طريقة هي بفستيفال يمكن ببلش بلبنان ومع الوقت منجرب ندفشه لفستيفالات لبرا. وما تنسوا تعملوا فوتينج على التيكت تبعكم، اكيد فسروا لكم على الباب، لانه بالاخير رح يكون في 4 اووردز وواحد من الاووردز هو البيبلز تشويس. اوكي، انجوي ذا فيلم. فيستيفال حلو كتير حقيقة، الأفلام على مستوى كتير عالي، تمتعنا بكل الأفلام وكان عنا حيرة كبيرة شو بدنا نختار. وأخيراً هلا عم بيصير مع كل هالأحوال والظروف، سو أول شيء بهني التيم اللي عم بيشتغل على هالمبادرة. والشغلة الحلوة بهالفيستيفال إنه عم بيجمع العالم مع بعض، كل الرياضات، الانديفيدجوالز، الثيمز اللي هن شوي إذا بتطلع فيهم مجزئين شوي بيشتغلوا شوي بعكس بعض. رجعنا بالاخر لا حول ولا قوه، بنختار حدا يعني. وانا كثير سعيد بالمستوى، المستوى الفني والمستوى الرياضي، يعني بهمه هيك شباب وصبايا بعتقد انه عندنا امل كثير كبير. الفستيفال بجنن من كل النواحي، كثير بشجع هال اذا بدك هاليونج بيبل اللي هن عندهم كثير باشن وعندهم موتيفيشن بس ما في حدا عم بيعطيهم اهميه، فهذا الشيء اذا بدك بيسلط الضوء عليهم وبيشجعهم in terms of إذا بدهم يعبروا عن أفكار أو emotions أو feelings، وحتى كمان بيشجع يطورهم بالمعنوياً وأكيد رياضياً. So مبادرة كتير حلوة، أكيد بشجعنا، مبسوط بهالشيء. هلأ بدنا نبلش to announce the results. The prize goes to بحبيل الهوى. بحبال الهوى سالي. Let's see who's the winner for the short film. The winner is Open Water Swim Traverse from Cyprus to Lebanon. Congratulations. Okay. So Jezi Akona crossing Lebanon. Yes. If you want to say something, go ahead. Hi everyone. And who are you? Introduce I'm yourself. I'm taking the award on behalf of Nicolas and Luki, and I'm
would like to thank the athlete for showing us another side of Lebanon, which is Lebanon and the world that we tend to forget. And a special thanks to our German fans who fell in love with Lebanon and made us fall in love with Lebanon once again. So the winner is the Spirit of the Cedars. By the way, we were giving these Haidori climbing choke bags. Lamayulu did them, also min wheels, recycled wheels. كل واحد من اللي ربحوا جوائز طلع لهم هيدا choke bag for climbing. This is the balance board with the LOF logo on it. It's a special edition. ومبروك, and we're over. We're done. Please keep up the good spirit. See you next year.